السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكارتة السحرية لحل مشاكل دائرة التقطيع في بردة الثلاجات والغسالات والشاشات والتكييف. تابع معانا. النهارده معانا كارتة تلاجة سامسونج. الكارتة دي فيها مشكلة، او هي جاية لنا فيها مشكلة. المشكلة بتاعتها ان هي بتشتغل ولمبة البيان في قلب التلاجة بترعش. طبعا احنا قسنا الجهود بتاعتنا لنا في مشكلة، واي سي التقطيع بتاعتها توب 245 بي ان. طبعا احنا جربناها، هنجربوها دلوقتي اهو. بسم الله. طبعا احنا مركبينها على سريع عشان احنا بنشتغل بايه من 220. طبعا لمبه البيان بتنور وبتطفي اهي. هنشوف ايه الموضوع، هنظبط على ال 20 فولت. طبعا جراوند عندي ده الريجريتور اللي بياخد ال 12 يبتدي يحوله ل 5 فولت عشان يغذي بيه الشيبس. انا عندي هنا جراوند وعندي هنا الدخول. هبص كده على الدخول، في تذبذب في الفولت اللي خارج من التشوبر على طول، يعني ال 12 مش ثابتين، المفروض يبقى 12 13 14 بحد اقصى. زي ما انتم شايفين جهد مش مستقر. ده الدخول على الريجريتور بتاعنا. طب نشوف الخروج بتاعنا. ده الخمسة. شبه ثابت اهو. نشوف الدخول تاني. طبعا لمبة البيان شغالة اهي. الخص لكم الوقت عشان تبقوا معايا في الصوره. الاي سي دي لما بتتاثر بالحراره او بمعنى اصح بتسخن بيحصل فيها مشكله. حتى انا هوريها لكم دلوقتي. اظبط الهوت اير مثلا على 200 واحاول ان انا اهيت على الاي سي ذات نفسها تهيت خفيف كده من بعيد واشوف الدروبات اللي هتعملها معايا. بصوا الجهد نزل ازاي. وصلت. طبعا لما هتنزل المستوى ده نشوف الخارج بتاعنا ايه وضعه. نزل طبعا. بص خدت بالك، هو المفروض يطلع معايا مستقر هنا 5 فولت، طلع اقل. اذا الموضوع عندنا فين؟ في الاي سي الطب اللي هي 245. هنشرح طبعا التركيب دي. انا ما بفضلش الاي سي دي. الاي سي دي اغلبيتها في السوق اساسا بتبقى مضروبه. انا بريح دماغي خالص واركب دايره الباور الخارجيه دي. طبعا اهم حاجه عندي الوات يبقى عالي عشان اعرف اتعامل صح. الوات كل ما يكون اعلى كل ما يريحني انا ايه في القطع اللي انا شغال بيها. طبعا دي هنركبوها لان جالي اسئله عليها. ركبناها قبل كده على شاشه عرض، والنهارده هنركبوها على كارت التلاجة. طبعا ده المانوال انا بحتاجه على فكرة لغاية دلوقتي، يعني انا حافظ هي راكبة ازاي، بس برضو بحتاجه ان انا ابص عليه تاني. في طريقتين عندنا، في الطريقة الاولى اللي هي فيها فوتو كابلر، في طريقة تانية ما فيهاش فوتو كابلر ولا اي حاجة، بس هي 99% يمكن اللي هي الطريقة الاولى دي اللي احنا بنشتغل عليها. ده طبعا العازل بتاع، عشان في ناس مش فاهمه ده ايه سالوني عليه. ده العازل بتاعه لو هو هيركب على حته شريحه المونيا ولا اي حاجه. ده العازل بتاعه عشان طبعا احنا عندنا الطرف اللي في النص وهو ايه الطرف اللي ظهر عشان ما يعملش قفله او حاجه زي كده. قبل اي شيء طبعا هنشيل الاي سي الرئيسيه اللي هنا اللي هي توب 245 الاول،
لازم تشتغل خالص. سريع سريع يا جماعة عشان نبقى واضحين في الكلام اللي احنا هنقوله. الطرف الاسود ده، الطرف الاسود اللي انتوا شايفينه ده، مش عارفين الصورة واضحة معاكم؟ اه واضحة. طيب الطرف الاسود اللي احنا هنتكلم عليه ده، اول حاجة ركزوا معايا، ده هيركب على الارض المكثف، مش صعبة خالص. حتى لو انت رجعت هنا اهو الرسم بتاعها هتلاقيه على الارض المكثف. خلاص انا هشوف اقرب حته، لان انا طبعا هحطها هنا، انا عايز احطها هنا اهو عشان تبقى بعيد عن المكان ده خالص، واقرب حته ان انا هعرف الحم فيها. هشوف اقرب حته ان انا هعرف الحم ايه فيها. ارض المكثف معايا اهو، هو هو على نفس الطرف ده، انا ممكن الحم في الطرف ده. انا اخدت الارضي مع الارضي كده، خلصنا من اول طرف. هما تلات اطراف في الموضوع، مش صعب يعني. كده خلاص اتفضل عندي الاحمر، او اتفضل عندي الازرق. الاحمر ده هيركب على خارج الاي سي، خارج الاي سي اللي رايح على التشوبر. في ناس تانية بتقوم مركبه ده على الموجب بتاع المكثف، طبعا غلط الكلام ده كله. الاحمر هيركب على خارج الاي سي اللي رايح للتشوبر ذات نفسه. خارج الاي سي فين؟ طبعا انا عارف ان ده خارجها على طرف رقم 4 زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بنعد من هنا، النوتش بتاعنا اهو 1 2 3 4 5، سوري على 5، على طرف رقم 5. يبقى انا هلحم في الطرف ده اللي هو طالع على التشوبر ذات نفسه. خلاص الاحمر اهو على طرف رقم 5. هقول عدى الناحية التانية اهو، خلاص كده على خارج الاي سي. كده خلصنا من الطرفين، فاضل الطرف التالت ده على رقم 3 في الفوتوكابلر. الفوتوكابلر اهو هو عباره عن اربع اطراف، ادي 1 2 3 4، فهلحمه على رقم 3. كده خلاص. طبعا انا كده ايه وصلت اهم حاجه، ظهر الباور ما يلمس حاجه عندك في البورده عشان ما يحصلش مشكله. طبعا انا شغال على حاجه اسمها سيريا، طبعا كلكم عارفينها ايه هي، عشان لو في اي دروب ولا في اي مشكله إيه تتلقى هي الضربات دي. بسم الله. طبعا هي قامت اهي زي ما انتم شايفين اشتغلت. طبعا احنا عوضنا على الاي سي اللي احنا قلنا عليها، نشوف الجهد بتاعنا هيستقر ولا هيفضل فيه مشكله برضه. استنتجنا في الاول كان سليم ولا لا. بسم الله. هنثبت طبعا على الجراوند اللي انا شايفه هنا اهو، وعلى الدخول بتاعي. طبعا دي 15 فولت، فال 15 فولت دي انا ممكن اتحكم فيها عن طريق الاي سي، سوري عن طريق الدايره ذات نفسها من البوتشوميتر ده او المقاومه المتغيره دي. خلاص لغايه دلوقتي الجهد مستقر. هحاول اقلل الجهد. بس
حركته حركة بسيطة مش هستدل ان انا قللته ولا زودته. مش واضح معايا برضو. حرك حركة تانية كده. بسم الله. بسم الله. هذا زودت. قللته كده بتهيألي. نرجع كما كنت. 15 اهو. اقلل تاني. واخر حاجة فيها على فكرة. هي مظبوطة على اخر. وهي بتبقى مظبوطة على اخر فولت فيها. عامة يبقى الخارج الطبيعي بتاعي بالنسبة للدايرة دي المفروض اللي انا اعرفه ان هو 12 13 بالكتير، بس هي طالعة معايا 15. عامة مفيش مشكلة، هشوف الخارج بتاعي. أهم حاجة الخارج بتاعي مستقر طبعا. طالما الدخل بتاعي مستقر إذا الخارج بتاعي مستقر، فبالتالي كده المشكلة متهيألي راحت طبعا، عشان احنا غيرنا الرئيس الرئيسية. هنفصل مراجعة سريعة طبعا. القطعة دي ثلاث أطراف، الأسود مع الأرضي بتاع المكثف، الأحمر مع خارج الاي سي التقطيع ذات نفسها، خارجها اللي رايحه للشوبر، موضوع مش صعب، والازرق معايا على رقم 3 في الفوتوكابلر، مش 4، 3 في الفوتوكابلر. وطبعا المقاومه دي لتظبيط الجهد اللي انت تبقى محتاجه، وانا عرفت النهارده ان هي تبقى مظبوطه على اقل جهد، مظبوطه ظبطه المصنع بتاعتها على اقل جهد فيها. طبعا انا هحط لها كولر هنا ولا حاجة، واحط طبعا العازل دي واقفلها على كده اهو، على اساس تبقى وضعيتها كده. يبقى الموضوع ايه بالنسبة لنا كده انتهى. بس كده خلاص. شكرا يا جماعة.